اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد كله لله. كويس الحمد لله. اتفرج على الدوري ولا بعد كاس العالم ولا بتعمل هنا كده زي لا بعد كاس كده. العالم صراحه ماليش نفسي اتفرج على حاجه، بس فعلا لا اكيد متابع جيد يعني متابع اللي طبعا بيحصل طبعا في طبعا في كره القدم المصريه. طبعا ما اعرفش ليه انا حاسس ان المستوى بعيدا عن النادي الاهلي بشكل عام، المستوى بعد التوقف معظم الفرق مستواها نزل، وفرق يعني 3 4 5 فرق استفادوا من التوقف ومستواها مرتفع. اكيد يا كابتن اسلام، ده بيرجع لاستراتيجيه المدير الفني. يعني في مديرين فنيين ما بيحبش في فتره التوقف ان هو يعمل مباريات وديه كتير، على قد ما هو شايف ان هو لسه في اول الموسم، فمحتاج ان هو يشتغل على العمل البدني اكتر. ففي حسب هنا، لكن انا بشوف من الايجابيات اللي بيعملها اي مدير فني ان هو يلعب مباريات وديه، لان هي اللي بتوصل فورمه اللعيب اللي بتقربه لل 100% بتاعته. لكن حتى لو يعني لا، اصل انا ما بكلمكش ليه، ما اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر الاربعه دول بيلعبوا في افريقيا، ومعظم المنتخب اللعيبه بتبقى موجوده مباريات فيهم. متلاحمه اكيد. فبالنسبه لهم يعني بقيه الفرق عندها، انا بشوف ان في فرق مستواها نزل جدا بعد التوقف. ما هو ده اللي بكلم حضرتك فيه يا كابتن اسلام، هنا في مدير فني يفضل يشتغل على العمل البدني، فيجي في المباريات انت الرسميه فكرك ان هو يشتغل بدني احسن؟ انا لا، انا شايف ان هو يلعب مباريات وديه احسن. اوكي. يعني يلعب مباريات وديه، لان هنا عامل البدني، انت لما بتخش بتلعب على مباراه رسميه بتبقى لسه العمليه البدني بتاعك ما بيوصلش ال 100%. صحيح. هنا لكن طول ما انت تلعب مباريات وديه بتبقى هي شبه مباراه رسميه، فلكن مش بنفس الصوره، لكن بتقربك هي الاقرب للمباراه هي الرسميه الاقرب يعني. للمباراه الرسميه. طيب بكره ان شاء الله مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، مباراه مهمه ومباراه صعبه. كل مباريات النادي الاهلي مهمه وصعبه وكل شيء، ولكن سيراميكا كليوباترا كان بيعاني في الفتره الاخيره من اهتزاز في النتائج، وطبعا الكل عايز قدام النادي الاهلي يبقى يعيد لملمه نفسه مره اخرى، دايما ده بيحصل قدام النادي الاهلي. كيف يمكن اداره هذه المباراه من الناحيه الفنيه يعني؟ اكيد مع سيراميكا مع كابتن احمد سامي بشكل مختلف. هم ما فيش نتائج ايجابيه، وخصوصا في المباراه الاخيره خساره من نادي الاتحاد نادي سيراميكا. لكن لو هتبص على سير المباراه، السيراميكا والاتحاد، السيراميكا وان سايد جيم 90 دقيقه كانوا في افضل 18، الحقيقه. وكانوا افضل صحيح. وعندهم مفاتيح لعب مهمه. يعني انا يعني بشوف ان سيراميكا من الفرق الكبيره اللي هي ليها شخصيه مع كابتن احمد سامي مع الجهاز الفني. لكن اكيد هتبقى مباراه صعبه، وزي ما حضرتك قلت كل مباراه كل فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي او قصاد النادي الاهلي هي بتبذل اقصى جهد عندها، لان المباراه قدام النادي الاهلي مختلفه وليها دوافع كبيره. طبعا. عشان كده اي فريق هيلعب النادي الاهلي هو بيبقى عنده دوافع كبيره ان هو بيلعب قصاد فريق كبير. المباراه ما بتتكررش في الدوري الا مرتين في السنه، ولو في بطوله الكاس هيبقى 3 مباريات. لكن الدوافع انا بشوف ان عند سيراميكا وبيأدي بشكل جيد، لكن هو السوء بس النتائج، لكن على مستوى الاداء لا بيأدي بشكل جيد، واكيد هتبقى مباراه صعبه مع سيراميكا من الفرق اللي ما بتلعبش، بتقفل وبتلعب على الهجمات المرتده، على الرغم ان هم عندهم واحد زي جون ايبوكا، احمد ياسر ريان، عندهم الناحيه الهجوميه رائعه جدا الحقيقه، ولكن مش من الفرق اللي بتقفل، من الفرق اللي بتروح وتيجي معاك. هل ده اسهل للنادي الاهلي؟ اسهل لان يبقى في مساحات، اسهل يبقى في مساحات. وده يعني هنا الجيم انا اتوقع ان هو الجيم هيبقى مفتوح، يعني الجيم هيبقى مفتوح من الفرقتين، الاهلي بيلعب كوره ونادي سيراميكا برضه عايز يلعب كوره مع كابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين ما بيغيرش استراتيجيته في اللعب. يعني مش كون ان هو بيلعب النادي الاهلي هيقفل، مع ذكر بعض المدربين التانيين. يعني مثلا في كابتن طارق عاشور هتلاقيه بيلعب كل مباريات بنفس الطريقه، وهو البلوك الدفاعي. صح. ويلعب على الكونتر اتاك. معروفه طريقه كابتن طارق طبعا مع مديرين فنيين، دي استراتيجيته في اللعب. مع كابتن احمد سامي هو على بعض الفترات هتلاقي هيلعب ممكن يجيب مفتوح، هيلعب فيه تحرر، عنده مفاتيح لعب برده مهمه، الاسماء اللي حضرتك ذكرتها مع شكري برده ناحيه الشمال مفتاح لعب مهم. صحيح. في سيراميكا في بعض محمد الاوقات ابراهيم طبعا مع محمد ابراهيم في اسماء كبيره وفرقه مع اداء سيراميكا، لكن ده انا بشوف ان هو ممكن يبقى في صالح النادي الاهلي في بعض الفترات في استغلال المساحات. لان طول ما النادي سيراميكا هيهاجم النادي الاهلي هيبقى في مساحات، مهم جدا هنا على مفاتيح لعب النادي الاهلي استغلال المساحات اللي هتبقى بين الخطوط، وان هم يقدروا يحاولوا المكسب منها. اكيد جماهير النادي الاهلي غير راضيه عن مستوى اداء الفريق خلال الماتشات اللي فاتت، بغض النظر عن التعادل، وانت يعني كنت نجم في النادي الاهلي وعارف هذا الكلام، ان انت ما فيش مشكله ان انا اتغلب لا قدر الله، يعني ما بتحصلش الا قليل، لكن ولا تعادل حتى، ولكن المشكله ان انا
مفيش روح الفانيلا الحمراء موجوده في اغلب المباريات في الفتره الاخيره، كيف يمكن استعاده هذا الامر؟ اكيد يا كابتن اسلام لازم يبقى في دوافع متجدده، يعني دوافع عند اللعيبه متجدده من المدرب ولا من بينه وبين نفسه؟ من اللعيب. خلي بالك برضو يعني تاني حد او تالت حد الاسبوع ده يتكلم معايا في هذا الامر، انه اللعيبه نفسها هي اللي محتاجه ان هي تجدد من دوافعها. اكيد يا كابتن اسلام، انا مش عايز اوصل ان خلاص انا لعيب داخل النادي الاهلي فحققت كل حاجه، لا، انت عليك مسؤوليه كبيره داخل النادي، عليك مسؤوليه كبيره داخل تجاه جماهير، قاعده جماهيريه كبيره جدا بتساندك في اسوأ الفترات، حتى لو في لا قدر الله نتيجه سلبيه فبتساندك في كل الفترات. معلش قبل ما تكمل كلامك، الكره دي لو كانت اتلعبت ايام جوزيه واتعملت كده ما بين الباك والسيد باك كان عمل ايه؟ كان قلع شكل. لا والله كان هتهالي كده يا سمير، معلش تاني، اصل الكره دي هو كان بيلعب احمد، كان بيلعب باك رايت طبعا، فيعني الحاجات اللي زي دي احنا كنا بنعاني منها. ما ينفعش خالص، تخيل لو اتعملت الكره دي كان هيعمل فيك ايه؟ ما ينفعش. كان بص، لا هو كان نزل الشوط بين الشوطين، كان لا مش هو كان هيستنى بين الشوطين، ما كانش هيستنى بين الشوطين، لا هو ما كانش كان هيخلص بصراحه. طيب لا زي ما بقول لحضرتك، مسؤوليه كبيره على اللعيبه، مهم جدا ان يوصل لها ده، يعني يوصل لها كده، واللعيبه يعني مهم جدا انت يعني كره زي دي برضو. لا بس هو هاني هنا عمل 10 على 10، هو هاني مغطي 10 على 10، مهم جدا، هو رامي نفسه 10 على 10، خلي بالك. طبعا طبعا ملهاش حل غير ان هو يعمل كده، لكن هو بقى المفروض الهاف ينزل مين اللي ناحيه اليمين كان يومها. ماشي. هو في كسل شويه من عبد المنعم ان هو يرجع مع الفيرود، ده اللي خلى هاني اضطر، لان ده الراجل مش بتاعه بالظبط كده، ده الفيرود، هاني 10 على 10 في التغطيه دي. هاني بتمنى له برضو التوفيق، لان الفتره اللي جايه صعبه عليه، صعبه عليه، والف سلامه طبعا على اكرم، ربنا يرجعه السلامه. اشوف ان اكرم من اللعيبه اللي مش محظوظه، وان هو بيرجع ما شاء الله الله اكبر، يعني بيرجع بعد صليبي بيأدي بالاداء دوت، فترجع له او يتصاب تاني، واكيد مهم، مكان مهم داخل النادي الاهلي طبعا، يعني في الجبهه اليمنى كان فارق بشكل كبير جدا مع اداء النادي الاهلي، لكن اتمنى ان هاني يكون عند حسن ظن الناس، ويقدر يأدي بالصوره الجيده مع استمراره في اللعب، اكيد يجيب في فورمه المباريات تاني ان شاء الله. يعني خلي بالك، انت فاكر هاني مثلا في مباراه بايرن ميونخ في كاس العالم كان عامل ازاي؟ الناس كلها اشادت بالمستوى، كان بيلعب عليه مين؟ وحوش. وحوش كان لعيبه جامده جدا، كان لعيبه جامده جدا، وحوش كانت بتلعب على هاني، وبسم الله ما شاء الله كان موقفهم كلهم يعني. بس هنا كابتن اسلام الضغوط بتبقى على اللعيبه، لان انت مهم، بتبقى مطالب ان انت في كل المباريات تأدي بنفس الصوره وبنفس الاداء، لان زي ما حضرتك عارف ان اللعب داخل النادي الاهلي مش سهل. صحيح. مش سهل ان انت تلعب، وبتلعب في اكتر من بطوله، وعليك ضغط مباريات، فمهم جدا كيرف ادائك بيبقى في العالي دايما. حتى ممكن يقف عند مستوى معين وبعد كده يعلى تاني، لكن الكيرف اللي هو نازل طالع ده بيبقى صعب جدا على اي لعيب، وبيأثر على اداء الفرقه. بيأثر على اداء الفرقه، عشان كده هنا ممكن بعض الجماهير ما بتبقاش راضيه عن الاداء شويه. لكن مهم جدا، انا دايما بتكلم في حته ان انت لو كوره مش ماشيه معاك او الاداء مش مرضي بعض الشيء، مهم تحقق الثلاثه بونت، يعني لا وابذل اقصى مجهود كمان، ده مهم، ده مهم جدا. يعني مش مهم الكره مش ماشيه معايا، مش عارف ارفع، لا لا ادافع كويس، ادافع كويس، اهاجم، مش عارف ادافع، يبقى ارفع كويس. فهنا في حاجات بتشيل حاجات، حاجات بتعوض. صحيح. حاجات ده اللي انا اتمناه، للروح والقلب والعزيمه والاصرار، ان هي ترجع للروح النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم دايما، ده هيفرق معانا في المباريات اللي جايه اكيد ان شاء الله. طيب طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها بكره سواء سيراميكا كليوباترا او النادي الاهلي؟ انا بشوف النادي الاهلي ما بيغيرش، يعني ما بيغيرش، ودي انا شايف الطريقه المناسبه للنادي الاهلي او للعناصر الموجوده 4-2-3-1. ده اللي انا اتمناه، واتمنى ان الراجل برضو ساعات بعد الوقت ان هو بيجرب لعيبه او بيجرب لعيبه في مراكز ثانيه. دي مش مباريات زي ما حصل في فاركو، في مباراه فاركو ده اللي اثر علينا بعض الشيء، ان انت لعبت ما لعبتش بفيرود صريح، لكن الطريقه الطبيعيه او التناسب وماشيه مع النادي الاهلي اللي هي 4-2-3-1، اللي اتمنى ان بعض اللعيبه او مفاتيح اللعب اللي هتشارك تبقى عند حسن الظن، وتبقى تأدي بالصوره المطلوبه منها ان شاء الله. طيب من وجهه نظرك برضو الاصابات كيف اثرت على النادي الاهلي؟ يعني طاهر محمد طاهر، بعد كده اكرم وبيرسي تاو وعمار، يعني اعتقد اصابات مهمه في توقيتات صعبه. اكيد يا كابتن، زي ما قلت لحضرتك اصابه اكرم، يعني ان هو لسه ما لحقش ان هو يرجع يجيب فورمته تاني، وفي مكان انا بشوف ان هو مؤثر، ان مطلوب داخل النادي الاهلي ان كل اماكن اللعب، او انت بتتكلم في 6-7 مفاتيح لعب، هو من اهمهم كان اكرم توفيق، كان هيفرق جدا مع اداء النادي الاهلي.
طاهر برضو الفترة الأخيرة كان بيأدي بشكل جيد وقدر إن هو يرجع لمستواه، لكن هنا بيصادفه سوء حظ في عملية الإصابة. بيرسي تاو أكيد كان مهم يبقى صفقة إضافة للنادي الأهلي بشكل أكبر من كده، أو الاستمرار حتى في المباريات أو المشاركة، ده كان مهم جدا. لكن في بعض اللعيبة أتمنى إن هي يعني ترجع وتضيف، يعني أكيد حسين الشحات برضو أنا شايف إن هو في الفترة الأخيرة لما بينزل بيضيف للنادي الأهلي وبيقدر بيعمل أكتر من أسيست أو بيبقى إضافة حتى في التغييرة للنادي الأهلي. ممكن لو حسين بدأ برضو في المكان دوت ويبقى إضافة قوية أكيد للنادي. طيب برضو عايزين نعرف ان النادي الاهلي دايما ناحيه اليمين او بيعتمد دايما على ناحيه اليمين وناحيه الشمال. ناحيه اليمين محمد داني ده يعتبر ان شاء الله الماتش الثاني ليه لو هو اللي هيلعب بكره. الناحيه الثانيه علي معلول ماشي بشكل جيد. هل النادي الاهلي محتاج في هذه الاماكن لعيبه اخرى من وجهه نظرك في الميركاتو؟ لا انا شايف السكواد بتاع النادي الاهلي كله كويس، يعني كله تمام. بشوف محمد اشرف جدير انه الناحيه الشمال ان هو يشيل مع علي معلول، لان زي ما بتكلم دايما علي معلول مش هيقدر يشيل الموسم كله او مش هيقدر يشارك في البطولات كلها مع حته المشاركه الكتير في مباريات مع عامل السن، مش هيقدر يشيل الجبهه دي، هيتعرض اكيد يعني ممكن طول الموسم لاجهاد. لكن محمد اشرف بديل جيد ليه، موجود محمد هاني ناحيه اليمين، الراجل ممكن بيدي مهام دفاعيه شويه لهاني، واكبر دليل على كده ان هو بيلعب كريم فؤاد قدامه، يعني بيدي الحريه اكتر في عمليه الهجوم لكريم فؤاد والحته الدفاعيه بياخدها محمد هاني. لكن لا انا مش شايف السكواد يعني كله زي الفل، مش هتلاقي لعيبه، او انا بشوف في مصر في الفتره دي مش هتلاقي لعيبه احسن من اللي داخل النادي الاهلي. كل السكواد نفس الأداء ونفس الشكل، مش هتلاقي لعيب أحسن من كده في أي فرقة في مصر. طيب برضو نرجع مرة تانية لمباراة السيراميكا، كيف ترى التنظيم الدفاعي والهجومي في النادي الأهلي في المباراة القادمة؟ يعني مهم جدا التقفيل على الجناب الملعب، على جناب الملعب، لأن زي ما بقول لك كابتن أحمد سامي من نوعية على طرفين الملعب، وهنا المباراة مش تقدر تحددها برضو، إن كابتن أحمد سامي بيبقى متنوع في طريقه الهجوم، يعني سواء من على طرفين الملعب او من قلب الملعب عن طريق جون ابوكا او محمد ابراهيم، او من على طرفين الملعب عن طريق شكري، او اي مكان حد هيلعب ناحيه اليمين، لا بيبقى في تنوع في الاداء. وده راجع اكيد للمدير الفني مستر كولر ان هو يدرس نقط القوه والضعف في فريق سيراميكا. وبشوف ان هي مش هتبقى مباراه مقفوله، يعني مش هتبقى مباراه مقفوله، هتبقى مباراه مفتوحه. وخصوصا زي ما بقول لحضرتك بتفرق مين اللي بيلعب قصاد النادي الاهلي وطريقه لعبه عامله ازاي، يعني مع بعض المديرين الفنيين او سياسه المدير الفني اللي بيلعب قصاد النادي الاهلي بيبقى في حرص شديد جدا في العمليه الدفاعيه، او سواء بيلعب على كونتر اتاك في بعض الفترات. لكن انا اتوقع ان الجمع كابتن احمد سامي هيبقى اسهل من حتى مباراه سموحه اللي فاتت. طيب انفوجراف عن مشوار النادي الاهلي في الدوري ونكمل كلامنا مره اخرى. طيب ابرز مواطن القوه والضعف في سيراميكا كليوباترا؟ انا بشوف انا ممكن اضعف حاجه عندهم قلب الدفاع. قلب الدفاع ممكن النادي الاهلي يقدر يستغل دي في الحاله الهجوميه.
لكن ده ممكن نروح لحته شويه ان انت مهم جدا رقم 10 في النادي الاهلي، اللاعب اللي يلعب رقم 10 سواء قفشه او برونو وسافيو مهم جدا ان يبقى اللعب عليه بشكل كبير جدا، لان هم عندهم الملكه ان هم عمليه السروهات سواء لو هيبدا شريف او شادي حسين برضو عمليه الاختراق من بين السرد باكين عامل السرعه هيبقى مع النادي الاهلي. فدي انا ممكن اشوف ان دي اضعف الخطوط في فريق سيراميكا، لكن طرفين الملعب مع خط الفيرود من اقوى الخطوط عندهم يعني. طب هل اقامه المباراه في استاد القاهره تفرق؟ لان المباراه دي هتلعب في استاد القاهره، انها مباراه سيراميكا كليوباترا. اعتقد ان في صالح النادي الاهلي اكبر، يعني في صالح النادي الاهلي اكبر، لان النادي الاهلي بيحتاج المساحات الواسعه، المساحات الكبيره، غير الملاعب التانيه ممكن تبقى مقفوله شويه، لكن استاد القاهره مساحته اكبر، واعتقد لعيبه النادي الاهلي عندها من خبراتهم وقدراتها ان هي تقدر تستغل المساحات اللي هتبقى اللي هيشتغلوا عليها في المباراه. فلا المباراه انا شايف ان في استاد القاهره الكفه الارجح للنادي الاهلي. طيب انفوجراف عن مشوار سيراميكا كليوباترا في الدوري العام ونرجع نكمل. طيب هروح بقى معاك لبطولة الدوري بشكل عام، أعتقد البطولة السنة دي مختلفة. مختلفة لأن في أكتر من فرقة بقى فيها تنافسية، يعني في منافسة بعكس السنين اللي فاتت. حتة العملية التنظيمية برضو داخل من أول البطولة دي كانت مهمة جدا، وده رجع طبعا لرابطة الأندية وحاجة إيجابية طبعا في عملية التنظيم، و عشان كده شايفين دوري منظم، دوري قوي زي ما بقول لحضرتك، اكتر من فرقه في منافسه مع فرق كبيره، ده بيدي الدوري طعم، بيدي الدوري طعم، وخصوصا بنشوف النادي الاهلي بيتعادل، نادي الزمالك بيتعادل، الفيوتشر بيكسب، المصري بيكسب، رجعت القوه تاني للفرق، فيوتشر، فاركو، سيراميكا، بقى عندك 7 8 فرق يا كابتن اسلام. لا ما تقدرش تقول مين اللي هيبقى في المربع الذهبي. نادي الاتحاد بيأدي بشكل جيد برضو برغم الخساره النهارده، لكن بيأدي بشكل جيد وفي مكان بيليق باسم نادي الاتحاد، وطبعا من خلالك بقول الف سلامه لجماهير نادي الاتحاد بعد طبعا الحادث الاخير، وان شاء الله يقوموا بالسلامه. لكن بشوف بعض الانديه الكبيره رجعت ان هي تأدي بصوره جيده، وده مدي طعم للدوري ممتاز. 6 7 انديه لا الشكل افضل من المواسم السابقه طبعا اكيد. طيب برضو عايزين نتكلم في بطوله الدوري، هل الصاعد هابط؟ بمعنى ان احنا الداخليه يمكن اول فوز للداخليه واول فوز لحرس الحدود واول فوز يمكن اسوان هو بس اللي ماشي كويس الفتره الاخيره، هل المقوله دي سيتم تطبيقها هذا الموسم؟ انا بشوف ان هي الاقرب، يعني هي الاقرب، وخصوصا عمليه الدعم او عمليه الاستمراريه وعمليه الاستقرار داخل الانديه دي، ده كان مهم جدا، لكن هيواجه صعوبه بشكل كبير جدا. انت كابتن اسلام لما بتقعد تصارع على المنافسه وانت في الدرجه الثانيه سنتين ثلاثه، مهم جدا فيما بعد ان انت بتصعد ان انت تكمل سكواد كويس، صحيح. تكمل تقدر تواكب العقود اللي موجوده في الدوري الممتاز، وخصوصا بنشوف عقود ضخمه جدا، صح. هل انت هتقدر تواكب؟ هل انت هتقدر تجيب مجموعه لعيبه عندها الخبرات والقدرات ان هي تقدر تكمل معاك طول الموسم؟ خصوصا ان الفرقه دي مهمه جدا، اللعيبه اللي تبقى موجوده فيها هيبقى عندها نفس طويل، لعيبه كبيره تتحمل مسؤوليه، يوقف نفسهم بشكل جيد، هل مجلس الاداره بيقدر يوفر كل سبل الامكانيات ان هو يقدر يكمل طول الموسم؟ كان بشوف بعض المشاكل اللي اتعرض ليها برضو فريق اسوان او بعض الفرق دي، يمكن المكسب الاخير مع الداخليه مع كابتن رضا شحاته ممكن يقربوا بعض الشيء، لكن انا بشوف الموضوع صعب، موضوع صعب على المدى البعيد، موضوع صعب في ظل زي ما قلت لحضرتك الامكانيات الماديه اللي عند الانديه الكبيره، خصوصا دي بقت على قاعده كبيره من الفرق اللي في الدوري الممتاز، اعتقد ان الانديه دي هتواجه صعوبه بشكل كبير جدا ان يبقى لها بقاء في الدوري الممتاز اكيد. طيب برضو على الجانب الاخر، مين بتعتبره ابرز مدير فني حتى الان؟ انا بشوف
ابرز مدير فني، شوف اداء كابتن علي ماهر. علي ماهر مع فيوتشر. مع فيوتشر بيأدي بشكل جيد سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري الممتاز، في تطور كبير جدا في اداء الفني للكابتن علي ماهر من موسم لموسم. وهنا زي ما قلت لحضرتك عامل استقرار بيوفره مجلس اداره او النادي او مسؤولين عن النادي للجهاز الفني، وخصوصا ده الموسم الثاني للكابتن علي ماهر مع فيوتشر. لا ما مأدي بشكل جيد، وفي تدور في الاداء، تدور في الاداء مع مساعدين معاه بتساعده بشكل كبير جدا في حته التطور او حته معالجه السلبيات. فلا كابتن علي ماهر انا بشوف ان هو مأدي بشكل جيد، وزي ما قلت لحضرتك سواء على مستوى اللعيبه او الاجهزه الفنيه مهم جدا الاستمراريه. استمراريه من سنه لسنه هو ده اللي بيفرق، ده اللي بيفرق بشكل كبير جدا، وده اللي بيسيب لك علامه داخل الدوري او في بطوله الدوري بشكل عام. انا بالنسبه لي علامه الاستفهام الكبيره جدا البنك الاهلي. كنت متخيل بعد التعاقدات اللي عملها البنك الاهلي والشكل العام لخريطه التعاقدات بالنسبه لهم، وجود الكابتن خالد جلال للسنه الثانيه على التوالي في بدايه الموسم يعني قبل ما يتم اقالته، كنت اعتقد ان من الممكن ان نرى منافس جيد حتى على الاربع خمس مراكز الاولى، ولكن للاسف لقينا البنك الاهلي بعيد تماما عن المنافسه. اكيد يا كابتن اسلام برضو دي خلاص هو في استقرار من ناحيه المدير الفني، لكن اوضه اللبس، اوضه اللبس داخل النادي على مجموعه اللعيبه الموجوده مهم جدا. هنا لما بتبقى عايز تحقق بطوله او ان انت عايز تبقى ماشي بشكل جيد مهم جدا ان انت يبقى عندك قوام اساسي بتقدر تحافظ عليه. حصل استقرار في وجود الجهاز الفني، لكن مع بعض اللعيبه اعتقد ان يعني مع الجهاز دوت مع الامكانيات الماديه اللي داخل البنك الاهلي اعتقد ان المفروض او تكون اوضه اللبس داخل البنك الاهلي افضل من كده بشكل كبير جدا، سواء على مجموعه اللعيبه او سواء على القوام الاساسي اللي بيعتمد عليه كابتن خالد جلال. لكن مع كل ده هنا المسؤوليه هتروح للعيب، يوفر لك كل الامكانيات مع جهاز فني محترم للموسم الثاني على التوالي. المسؤوليه بتقع اكبر على اللعيبه، ودي بتصب في مصلحتهم هم. عشان كده كان مهم جدا مع الامكانيات دي ان يبقى في اوضه لبس قويه داخل البنك الاهلي، اكيد هتشوف نتائج افضل من كده. اكيد وجود الكابتن طلعت يوسف كمدير فنيا والكابتن حلمي طبعا كمدير فنيا لام بي وللبنك الاهلي اكيد مديرين فنيين كبار كبار جدا عندهم خبرات كبيره جدا، مديرين فنيين عندهم الشخصيه. نعم. الفرقه دي هتبقى معاهم عندها شخصيه داخل الملعب في انضباط بشكل كبير جدا، وده اللي اللاعب المصري يعني مطالب بيه، حته الانضباط حته الالتزام. ومع كابتن طلعت او كابتن حلمي لا العمليه هتطبق بشكل جيد اكيد يعني. طيب خلينا نروح لطاقم التحكيم النهارده، لسه نازلين لسه منزلين دلوقتي طاقم التحكيم لمباراه بكره. استاذ احنا الحكام عندنا بتبقى مشكله كبيره جدا يعني، انا المشكله ان مباراه الاهلي هم الحكام. طيب الكابتن ابراهيم نور الدين حكما للساحه، كابتن مساعد اول هاني خيري، كابتن محمد محمود لطفي مساعد ثاني، كابتن محمود منصور حكم رابع، كابتن خالد الغندور حكم فار، كابتن يوسف البساطي حكم فار مساعد. اذا الكابتن ابراهيم نور الدين هيحكم بكره ان شاء الله. الحمد لله شكرا حكما للساحه في مباراه النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا. طيب ما نشوف ايه اللي هيحصل، اتمنى طبعا التوفيق للكابتن ابراهيم ولكل طاقم التحكيم، ولكن من فضلكم من فضلكم لو حارس المرمى مسك الكوره اكتر من 6 ثواني من فضل حضراتكم احسبوا ضربه حره غير مباشره او مباشره، ما اعرفش بتحسبوها ايه، بس يعني ده في القاعده وفي القانون ان لازم الكوره تقعد 6 ثواني بس في ايد الحارس. هل القانون ده اتغير او اتلغى؟ ما اتلغاش. كابتن هاني سليمان قعد 13 ثانيه الكره في ايديه وقال لك انا ما بضيعش وقت، فيعني خدوا بالكم بس يعني حرام اللي بيحصل ده حرام. طيب يعني اعتقد طاقم تحكيم جيد في المباراه. اكيد اتمنى او اتمنى ان هو يكون جيد يعني. اتمنى التوفيق طبعا لكابتن ابراهيم وطاقم الحكام. اتمنى ان الوشوش تتغير في مباراه النادي الاهلي. يعني مباراة النادي الأهلي بحس إن هم حكمين 3 بس هم اللي بيحكموا مباراة النادي الأهلي. أتمنى نشوف وجوه جديدة، لكن مع كابتن إبراهيم نور الدين أكيد حكم كبير، حكم دولي. عنده حتة برضه ما يحبش حد يتكلم معاه. في الملعب بيبقى شادد المباراة بشكل كبير. ممكن ده مش هيتناسب مع لعيبة النادي الأهلي شوية، ف
لا ان شاء الله احنا عايزينه يحكم بس، يعني تتناسب او متناسب، احنا عايزينه يحكم بشكل بالقانون فقط. كابتن ابراهيم من الحكام اللي يعني اللي ننتظر منهم الكثير خلال الفتره اللي جايه، اداء تحكيميا افضل من الفتره اللي فاتت، فنتمنى له يا رب كل التوفيق في مباراته بكره، وتتمنى عداله تحكيميه سواء للنادي الاهلي او لسيراميكا كليوباترا، لانه هو ده المهم في مباراه بكره. انا بشكرك جدا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا، بنستمتع دايما بوجودك معانا. حبيبي يا كابتن، وانا من الحالات اللي بستمتع بيها مع حضرتك اكيد. ربنا يخليك يا حبيبي، اشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير.